الفنانات راقصة يقدمها دائما للحديث عن هذا الموضوع. سوف نتابع مقتطف من كلامها من الراقصة فيفي عبدو، وأنا أريد منك تعليقا على مقالتها، فلنستمع. بقول طبعا مش عايزين نتكلم عن الموضوع ده، لان احنا يعني بصراحه ختام المهرجان كلنا متعكنين بسبب الكوره، لكن انا عايز اقول ان دايما الكوره فيها مكسب فيها خساره، واكتر خساره حصلت ان هم خسروا مصر ام الدنيا، لان هم نقطه بحر، الجزائر نقطه بحر بالنسبه لمصر. فطبعا يعني ما حدش يلعب على المصريين، المصريين ما حدش قدهم، المصريين طول عمرهم فاردين احترامهم وحبهم وطيبين اللي بتقبلوا كل العالم هنا في مصر ام الدنيا شايلينهم. فانا عايز اقول ما حدش يقف قدام مصر يعني، فانا بقول ان دول نقطه بحر بالنسبه لمصر. نوال كان بركي طلبت من المخرج يشوف لي وحده يعني صغيره في السن عليها باش نقدر نهضر معها، احنا ما تربيناش نشتموا وحده كبيره علينا، يعني عيب اللي ما يشفي في اخلاق الجزائريين والجزائري. وهي جاب لي ربي برك، هي مساله شهره، يعني كانت تحبب في الشعب المصري ليها، ماهيش ما على بالهاش كاع، بالك هي ما كانتش عارفه ميم فوا شو صاري بين الجزائر ومصر. او كونتخيغ، احنا كفنانين، الفنان هو كتله تركيبه فنيه ممزوجه بالحب والسلام. احنا انا ما شفتش يعني جزائريين اللي شتموا كونتخيغ، الجزائريين بكاو على اعلامهم ولكن ما شتموش قوم ما يعرفوش كونتخيغ، يعني الله يهديها ويهدينا احنا.